أصدقائي متابعين قناة العلم للجميع، لا تنسوا مشاركة الفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. قصتنا اليوم في سلسلة قصص الأطفال هي بعنوان الكلب ميشو والقطط الثلاث. عاش الكلب ميشو مع مجموعة حيوانات الحظيرة من القطط والطيور في بيت العم سلطان. كان الكلب ميشو كلما رأى إحدى القطط الصغيرة تأكل يجري ويصرخ بصوت عال، ويخطف ما بيدها ويحمله بفمه ويجري، وكلما حاولت القطط الصغيرة أن تستردها منه ثانية يضربها بيده ويجرحها بأظافره. كانت القطط الصغيرة تخاف من الكلب ميشو وتحذر منه ومن اللعب معه، وكانت أيضا تشعر بالضيق من ذلك الكلب الذي لا يترك لهم إلا القليل من الطعام ويأخذ منهم كل شيء. وفي يوم من الأيام كان العم سلطان يشعل نارا، فوقعت منه قطعة من الفحم المشتعل حمراء اللون، وبسرعة أسرعت القطط الصغيرة والتفت حول قطعة الفحم وأخذت تنظر إليها وتتعجب منها حيث كانت تشبه قطعة اللحم. وبينما هم ينظرون إليها جاء الكلب ميشو وظن أنها قطعة من اللحم، وكعادته قفز بينهم بسرعة وحمل القطعة في فمه وجرى بعيدا ليأكلها، ولكن قطعة الفحم أحرقت فمه ولسانه فألقى بها بسرعة وجرى بعيدا يصرخ من شدة الألم. ضحكت القطط الصغيرة من الكلب ميشو الذي نال جزاءه، ومن يومها تعلم الكلب ميشو ألا يعتدي على حق الآخرين. وإلى هنا أصدقائي أصل إلى نهاية قصتنا هذا اليوم. أرجو أننا قد تعلمنا من هذه القصة ألا نعتدي على حق الآخرين. ألتقي بكم في حلقات قادمة وقصص جديدة. شكرا لكم، مع السلامة.